مكانهم ليس هنا. كان من المفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة في صفوف مدرسية، وهذا أقل وأدنى حقوقهم. إنهم أطفال العراق، إذ لم تترك أي مهنة فرصة إلا وأخذت أجمل أيام عمرهم منهم. في المناطق الصناعية في بغداد وغيرها من المحافظات، يرتدي الأطفال لباس العمل الثقيل بدلاً من اللباس المدرسي، ويحملون في أيديهم عوض الدفاتر والأقلام أدوات صناعية ثقيلة خاصة بتصليح السيارات تنهك لحمهم الطري وجسدهم الغض. هي أعمال قد لا يقوى الرجال عليها ويجدون بها صعوبة بالغة، وكأن هؤلاء الأطفال قد قدر لهم أن يدفعوا ثمن فساد الحكومات المتعاقبة في عراق ما بعد 2003. فسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتسرب من المدارس وإهمال الخدمات وضعف الرعاية الاجتماعية هي أهم الأسباب التي دفعت بأهالي هؤلاء الأطفال لزجهم في سوق العمل. معظم هؤلاء الأطفال يعتبرون المعيل الوحيد لعائلاتهم، فمنهم يتيم الأب فوجد نفسه وقد ألقيت على كاهله الضعيف مسؤولية رعاية والدته وإخوته، ومنهم ليس يتيماً لكن أباه عاجز أو مريض، ما يعني أنه المسؤول عن رعاية الأسرة وتأمين حاجياتها. وبحسب تقارير حقوقية، فإن مؤشر عمالة الأطفال سجل أرقاماً قياسية خلال العامين الماضيين، ووصلت إلى أكثر من 1 مليون طفل يعملون في سن مبكرة، حيث تشهد عمالة الأطفال انتشاراً واسعاً في العراق بسبب العوز والفقر وغياب الدور الحكومي في رعاية الأسر المحتاجة. ويفيد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بأن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، ويضيف أن عمالة الأطفال في العراق تتركز في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.